اليوم الفيديو موجه للناس اللي تريد تحاول تركز بمشروع معين، بدراسة معينة لوقت طويل بدون إزعاج، وتحاول تجبر نفسها على هذا الشيء بس متى تقدر. شنو الحل لهذا الموضوع؟ الحل حيكون بتكنيك اسمه بومودورا تكنيكس أو تكنيك الطماطة. هذا التكنيك عبارة عن بأنه أنت تجبر نفسك ولمدة معينة من الزمن وبعدها تأخذ استراحة. طيب شلون هذا نقدر نسويه؟ كل الأشياء اللي تريدها، المساحة، الدفتر، القلم، تجهزها كلها قبل ما تبدي. بعدها الخطوة الثانية تجيب أي موقت عندك، موقت الموبايل، موقت أنت عندك الخاص، توقته على 25 دقيقة وتجبر نفسك خلال هاي الفترة بأنه أي اتصالات ممنوعة. بعد ما يدق الألارم بعد 25 دقيقة تتوقف وتأخذ استراحة لمدة 5 دقائق. الاستراحة بأنه طبعا هي أي شيء عجبك، حتكون تريد تكمل شغلة معينة، تريد تريحك نوعا ما. بعدها ترجع تنصب أو توقت الموبايل على 25 دقيقة أخرى وتكمل. بالمناسبة أحياناً إحنا نندمج بموضوع معين نكمل أكثر من 25 دقيقة، ممكن هو هذا الشيء اختياري، ممكن توصل لـ30، أكو ناس يظلون لـ50 دقيقة وما يتأثرون، أكو ناس لـ15 دقيقة وما يتحملون، بس هذول الناس اللي عندهم هاي القابلية القليلة للالتزام أقل من 15 دقيقة، لا، اجبر نفسك بأنه ظل لحد على الأقل 25 دقيقة. تكرر هاي العملية 25 دقيقة واستراحة 5 دقائق لمدة 4 مرات. مستشن بومودورا يتمثل بـ4 مرات، يقول لك بأنه أنت درست وكملت مشروعك بحدود 100 دقيقة بتركيز كامل. تتخيل الموضوع إيش قد مفيد، بأنه أنت 100 دقيقة بتركيز كامل بدون تشتيت وبطاقة عالية. أما إذا أنت في حالة بقيت مثلا خلينا نقول ساعتين وبدون ما تقوم، حط ببالك بأنه كيرف التركيز عندك المنحنى، بأنه هو كنت أنت عالي بس بعد الساعتين هو لا إراديا حيبدي يقل 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 يقل. أما في حالة البومودورا تكنيكس لا، أنت أوريدي دائما تكون بمستوى عالي تأخذ بريك وتكمل بمستوى عالي وتأخذ بريك. فهاي شغلة المهمة والضرورية لازم نحطها ببالنا نستفاد من عدها. مناسبة نقدر نطبقها على أي شيء بحياتنا إحنا نريد نستفاد من عنده ونكمله وننجزه قبل ما يخلص الوقت إلنا. إذا ملاحظة طبعا جدا مهمة، أحيانا وإحنا قاعدين نريد نركز خلال هاي 25 دقيقة يصير عندنا ببالنا كل ساعة فكرة جديدة، كل ساعة بحيث تخلينا ما نركز وشدت تفكيرنا. فأنت جيب ورقة صغيرة عندك تكون بعيدة عن المواد اللي تستخدمها للدراسة، وفورا تكتب الأشياء اللي تطرق على بالك. مثلا الاتصال بصديق، اكتب الاتصال بصديق راحت انت شلتها من دماغك. هاي ثاني نروح نزور ناس معينين، انت اكتبها هاي فورا على الورقة، انت طلعها من بالك وحطها على الورقة على مود الدماغ يصفى وعلى مود تقدر تركز بهذا الموضوع. اما بالنسبة للتطبيقات اللي ممكن تستخدمها، فأنا شفت عدد انواع من التطبيقات المهمة، مثلا بومودورا تكنيكس، في عندك TIDE وبرين فوكس. هاي التطبيقات اللي حتخلي لك الموبايل في حالة سايلنت مود او في حالة ايربلين مود، يعني بهاي الطريقة بانه اي رسالة واتساب، اي رسالة نوتيفيكيشن يجيك من الفيسبوك، من تويتر، من انستغرام، هي ما حتطلع لك، هي خلاص فترة 25 دقيقة انت وتليفونك معزولين عن العالم لفترة 25 بدون ازعاج. احنا كنا نعرف احنا بس تجينا رسالة بالموبايل طن فورا نروح نركض نشوفها، فورا نترك ان شاء الله لبيتنا ونروح نشوف شنو منو دازلنا على الواتساب، منو دازلنا مسج، ونشوف ونتفاعل وياهم. انت هاي الحركة بس تترك شغلك وتلتهي بشغلة ثانية، انت يحتاج لك وقت وقوة من التركيز من الدماغ نفسه يعيد
نفسه من أجل أن يرجع مرة ثانية للعمل اللي أنت تشتغل به. وأكيد إحنا كنا مجربين هذا الشيء، أثبتت بأنه المالتي تاسكينج يعني نسوي أكثر من شغلة بوقت واحد، معظم الباحثين أثبتوا فشلها لأنه الدماغ ما يقدر يركز على أكثر من شغلة، أو حتنجزها بس مو نفس كفاءة إنجازك إذا كنت مركز على شغلة واحدة فقط. فالمهم تركز على شغلة واحدة فقط بوقت قصير وتنجزها وتحصل على نتائجها، أحسن ما يظل الوقت مفتوح وضايع. ونضيكم أصدقائي لمتابعتكم لنهاية الفيديو إذا كملتوا، وإذا سويتوا بومودورا تكنيك بالشكل الصحيح يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات جوا، قولوا لي استفاديتوا او لا، طبقتوها او لا. والاشخاص اللي مطبقيها بالقبل ممكن يكتب لنا تجربته، وممكن يقول لنا استفاد من عندها او لا، على مود احنا كنا نتعلم. شكرا لكم، وتابعوني بحلقة جديدة من جودة مع سندس. شكرا لكم ومع السلامة، ودمتم بألف خير.